لابد أن نحرر المصطلحات. كما قال أخي الأستاذ حازم إن من أكبر مشكلاتنا عدم تحرير المصطلحات. لذلك سوف أحدد سلفا الزاوية التي أنظر من خلالها إلى موضوع إنتاج السلطة. درج فقهاؤنا الأقدمون على اعتبار مصادر التشريع الإسلامي 4 مصادر: القرآن الكريم والسنة النبوية بعمومها والقياس وكذلك الإجماع. أما الشيخ ناصر الدين الألباني فقد كان يتحدث في أشرطته بوضوح، يقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال صحابته، أما ما دون ذلك فهم رجال ونحن رجال. أما الفزازي الذي يمثل أحد الآباء الروحيين للمدرسة السلفية الجهادية، ففي اللقاء الشهير وفي المناظرة التي تمت بينه وبين أحمد حسون في برنامج الاتجاه المعاكس، بعد أن سأله أستاذ فيصل قاسم عن المرجعية، فقال له بمنتهى الوضوح: مرجعيتنا كتاب وسنة على فهم الأئمة، والأئمة عندنا ابن القيم وابن تيمية. نقطة على سطر. هذه النقاط الثلاثة إذا كانت هي المعتمد بالنسبة إلينا فلن نصل إلى حل على الإطلاق، لأنه فيها الكثير من المداخلات وفيها الكثير من الآراء، وهي عرضة بالنسبة إلينا للتجاذبات والصراعات. ينبغي أن نحدد بوضوح ما هي مصادر التشريع، أو ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن نتوافق عليه، بحيث أنه نعتمدها أن هذه المرجعية ومن خلالها ندرس قضايانا الرئيسية. لعل أول مرة صدمنا بهذا الموضوع كان لدينا في محافظة دير الزور شيخ جليل مثقف وعصري، كان مفتي الميادين رحمه الله أبو طريف الشيخ محمود مشوح. مرة فاجأنا بالقول، قال: مصادر التشريع في الإسلام هي مصدرين فقط، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة 100%، والتي أحد أهم شروطها ألا تتعارض مع القرآن الكريم. أما ما تبقى من قياس وإجماع الصحابة إلى آخره، فهذه مصادر الوصول إلى الفتية، يمكن من خلاله أن تساعدني في الوصول إلى الفتية. أما أن تكون مصدرا تشريعيا أقيم على أساسه دستور للبلاد مستقبلي، فهذا أمر غير وارد. إذا كنت سأقول بأن كتاب وسنة على فهم الأئمة، والأئمة عندنا ابن القيم وابن تيمية، فإذا خلاص انتهت، يعني عاد العلم إلى ابن القيم وابن تيمية، لم يعد يبقى لنا أي مجال لأي حديث أو أي حوار. الحقيقة أيضا في مفهوم السنة، إحنا النقاط البالغة الأهمية في هذا الموضوع حول تعريف السنة، أنا أريد هنا مثال أورده الشيخ حسن ترابي رحمه الله، ولا أستشهد بالحادثة بحد ذاته، وإنما الشاهد في القضية. الترابي طرح نقطة، قال: إذا كنا نريد أن نقرر مادة دستورية في الدستور، فهل هذه المادة الدستورية هل أقبل فيها أن تكون خبر أحد؟ لا أدري أصدق أم أخطأ، بل ينبغي أن تكون مرجعيتي في المادة الدستورية التي أضعها أن تكون إما أن تكون مادة واضحة في القرآن الكريم، يعني بمعنى أنها غير قابلة للتأويل، أو أن تكون سنة نبوية صحيحة متواترة، بحيث أنه ما ممكن نقول أنها هناك احتمال للخطأ فيها. من هنا جاء طرحه بأنه لا ينبغي أن نقرر في الدستور في السودان مسألة رجل من الزاني المحصن، بغض النظر عن النقاش الفقهي الذي يمكن أن يحصل بيننا، فهو قرر من هذا المبدأ أن كل الأحاديث الواردة في هذا الموضوع هي أخبار أحد. وإذا كنت سأقرر أخبار الأحد في تقرير مادة دستورية في الدستور، فهذا يعني أنني يعني أضيق واسعا يمكن من خلاله أن تتفق الأمة على الأشياء أو الأشياء الكبرى التي نحن بأمس الحاجة إليها. مرجعيتي التي أتبناها كما ذكرت لكم من آنفا هي ما ذكره الأخ أبو طريف، أن المرجعية الأساسية بالنسبة لنا هي القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة التي لا تتعارض مع القرآن الكريم. من هنا إذا أردنا أن ندرس هذه القضية الشائكة، وهي قضية السلطة في الإسلام، فأنا أريد أن أتحدث في نقطتين أو ثلاثة في هذا الموضوع. النقطة الأولى،
أن القرآن الكريم إذا درسته من أوله إلى آخره تجد أنه يركز على مسألة الشورى، وهذه مسألة ثابتة، والشورى بالمعنى الملزم وليس المعلم. ويؤسفني أن جرت جدالات طويلة جدا بين العديد من فقهائنا حول أن الشورى هل هي ملزمة أم أنها معلمة. يعني أتذكر أحد الأمثلة في عام 1973 و74 جرى نقاش حاد واستدلت فيه بنفس الأدلة بين أبو طريف رحمه الله والدكتور حسن هويدي في ذلك الوقت. حاول كان الدكتور حسن هويدي رأيه، وكان هذا رأي جماعة الإخوان في ذلك الوقت، أن الشورى معلمة وليست ملزمة، بينما كان رأي أبو طريف لا أنها ملزمة. والغريب أنه استدلوا بنفس الرواية وهي حادثة صلح حديبية. قال الدكتور حسن بأن كان رأي كل الصحابة هي دخول مكة، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوا مكة، وسار رأي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسر رأي الصحابة، بينما كان رأي أبو طريف أنه العكس تماما، لولا أنه نزلت آية من القرآن الكريم وأوضحت السبب وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون هذا هو الخيار لكان النبي ملزما بأن يسير كما ارتأى الصحابة كما التزم يوم أحد. وبالمناسبة يوم أحد بعد أن التزم النبي صلى الله عليه وسلم بما ارتآه الصحابة نزلت الآية القرآنية وأمرته وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. المهم الشاهد في مسألة صلح حديبية وهي نزلت الآية القرآنية ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاؤوهم فتصيبكم منهم معرة لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما. كان هناك سبب واضح تماما لحالة الاستثناء، أما الأساس فهو الشورى والشورى الملزمة والتي ينبغي علينا أن نلتزم بها تماما. النقطة الثانية، لا يوجد في القرآن الكريم على الإطلاق من أوله إلى آخره ولا في السنة الصحيحة المطهرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يتعارض مع الديمقراطية. ولماذا نحن أفهامنا قاسية جدا تجاه الديمقراطية؟ نعم الديمقراطية في واحد من تعاريفها هي حكم الشعب نفسه وبنفسه ولنفسه. طيب ولكن ما هي المرجعية التي يرجعون إليها؟ يقررها الناس. يعني هذه لماذا نحن سلفا نقول عن هؤلاء الناس أنه ينبغي أن تكون مرجعيتهم هي المرجعية التي نعتقد أننا نحن أصحاب هذه المرجعية؟ هذا أيضا تحجير على الناس في شيء أوسع الله فيه واسع. الدكتور مختار الشنقيطي في إحدى محاضراته الأخيرة طرح فكرة فعلا جميلة، وهو طورها في كتابه الذي سوف يصدر خلال الفترة القادمة، عنوان الكتاب الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية. يقول أنه درس 20 أصل من أصول الحكم في الإسلام، فوجد أن 19 أصل من هذه الأصول تتطابق تماما مع الأصول الحديثة للدولة الحديثة في أصل واحد وهو وفردوه إلى الله وإلى الرسول. فإذا كنا نتطابق في 19 نقطة مع الدولة الحديثة، هل نعمل معارك لها أول ولا ليس لها آخر من أجل هذه القضية في الوقت الذي يعني بإمكاننا أن نتوصل إلى قواسم مشتركة من خلالها نستطيع فعلا وفق الطبيعة وفق الزمن المعاصر أن نتمنى الديمقراطية بمنتهى الإيجابية، وأن يكون لنا صلات مع كل مكونات المجتمع السوري. ذكر أخي حازم في حديثه السابق أن تيار التنويري الإسلامي لم يستطع أن يهزم أبناء تياره، والحقيقة فعلا هذه كانت واحدة من النقاط الحقيقة اللي عانينا منها معاناة شديدة جدا. أنا أتذكر تمام بال2005 عندما انضممنا إلى إعلان دمشق وثارت الثورة، فأخذنا نأتي نناقشه، فكانوا يناقشون بهذه القضايا، فقررنا حسنا إذن لندرس ما تقوله سلفية العلمية وسلفية الجهادية ونناقشه من الداخل. ثم اكتشفنا فيما بعد أنه لا يمكن هزيمتهم ولا بأي شكل من الأشكال، لأنها مدرسة متكاملة، مدرسة فيها عقيدة تتبع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، وثم طروحات الشيخ ناصر الدين الألباني المتماسكة من الناحية الظاهرية، ثم المدرسة السلفية الجهادية التي تتعلق بطروحات أبو العلاء المودودي والتي هي فعلا مغرية جدا بالنسبة خصوصا فئة الشباب. فإذا ما الحل؟ الحل أن تخرجهم من هذا الإطار
طالما أن المرجعية لم نتفق عليها، وهي أن المرجعية في القضايا الدستورية القضايا الكبرى ينبغي أن تكون فقط بالنسبة للإسلاميين هي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الثابتة والتي لا تتعارض مع القرآن الكريم، فإذا من المستحيل يعني هزيمته. وأظن أنا أشكر الأخ إياد حضوره معنا الآن، أظن من أكبر الأشياء التي يعاني منها الأخ أبو الحسن بذاته من خلال الأحرار هي هذه القضايا وهذه النقاط. يعني الأخ أبو الحسن عاش حياة عصرية وعرف الغرب وعرف الواقع الدولي وعرف المجتمع السوري، وبالتالي فالنقاش أحيانا يصبح نقاشا عقيما ما لم نحرر المصطلحات ونتفق على الأشياء الرئيسية. ما أريد أن أقوله هنا في القسم الأخير أنه كيف تم اختيار الخلفاء، خلال دقيقتين كيف تم اختيار الخلفاء في عهد أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. أبو بكر الصديق اجتمع الناس في سقيف بني ساعدة، ثم لم يصبح خليفة بمجرد ترشيح الناس له في سقيف بني ساعدة، بل بعد أن ذهب إلى المسجد. وهي النقطة المفاجأة أن أول من أدركها كان هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما فرق بين بيعة العقد وبيعة الطاعة، فقال أن الناس خلاصة المجتمع المدني عقدوا البيعة لأبي بكر في سقيف بني ساعدة، بس لكن لم يصبح خليفة إلا بعد أن ذهب إلى المسجد ونال بيعة الطاعة. وكذلك عمر رشحه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لكن لم يصبح خليفة إلا ببيعة الناس له. وكذلك عثمان يعني رشحه عبد الرحمن بن عوف بعد أن استقرأ آراء، حتى عبد الرحمن بن عوف كان يقول أنه لم يدع رجلا ولا امرأة ولا شابا ولا صغيرا في المدينة إلا واستفتاه في هذه القضية، حتى وصل للقناعة أن الأنسب هو عبد الرحمن هو عثمان بن عفان. ثم ذهب الناس إلى المسجد وبايعوه في المسجد، ولو لم يبايعوه لم أصبح خليفة. الحادثة الأوضح هي حثت علينا أبي طالب رضي الله عنه عندما تكاثر حوله الناس وأرادوا أن يرغموه على قضية البيع، فقال لا إلا أن تكون في المسجد. وهذه نقطة غاية في الأهمية. الشاهد من كل ما أريد أن أقوله أنه علينا أن نبحث عن الجوهر. الناس تتوافق وفق عصورها على الوسيلة التي يمكن من خلالها الوصول إلى شرعية السلطة، وليس الأخذ بالشكل وإهمال المضمون. الآن مثلا بما أن ابن تيمية رحمه الله هو صاحب النظرية الشورى، على عكس مع الأسف كما قال عبد الفتاح مورو في إحدى محاضراته أنه مع الأسف خلال تاريخنا الإسلامي كتب لدينا مليون كتاب في فقه العبادات، بينما لم يكتب في فقه السياسة سوى 7 كتب أو 8 كتب، 6 كتب منها هي تؤيد نظرية جواز ولاية المتغلب، بينما كان ابن تيمية رحمه الله هو الوحيد الذي قال بأنه لا يكون الخليفة خليفة أو حاكما شرعيا إلا برضى الناس، بدون رضى الناس فلن يكون الخليفة خليفة. الآن أنا أريد النقطة الجزئية الأخيرة. لاحظوا داعش كيف فسرت كلام شيخهم ابن تيمية، فسروا من حيث الشكل وليس من حيث المضمون. قالوا نحن تنظيم الدولة الإسلامية، نحن جماعة المسلمين وما سوانا ليس بمسلما. فجاءوا بمجلس الشورى 35 شخص فبايعوا البغدادي، إذن عقدوا له عقدة بيع العقد أولا، ثم عمموا هذه على عناصر التنظيم الدولة البالغ عدده 8000 شخص، وبالتالي فهو أصبح خليفة شرعيا من وجهة نظر الشكلية، وجب على الجميع طاعته، وأصبح ظاهري ملزما باعتباره أمير حرب أن يخضع للإمام البغدادي الخليفة. هذه واحدة من أكبر المشكلات. أيضا نفس الشيء الأمويين حافظوا على الشكل فقالوا البيعة تؤخذ في المسجد، ولكن ما هذه البيعة التي كما يقول أبو بكر بن عربي في كتابه العواصم من القواسم، جاءوا بالسيف ووضعوا فوق رأس عبد الله بن عمر في المسجد، وعبد الله بن عمر هو الذي يقول فنظرت هل أصدح برأيي وتحصل فتنته مشكلة أم أوافق على يزيد ابن معاوية وعند ذلك نجمع المسلمين. هذه فعلا حقيقة وأحد أكبر المآسي
التي نعاني منها ما لم نجد حلولا لها، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نخرج من القمقم أو من هذا الوضع أو المأزق الحضاري الذي وقعنا فيه منذ قرون طويلة.